عدنان الرمال استاذ كلية العلوم جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. البحث هو عبارة على بديل، على منتوج بديل اللي درناه في المشية تعوض المضادات الحيوية، لأن المضادات الحيوية على مستوى العالمي بالنسبة للمربيين تعتبروها ضرورية باش يكون عندهم إنتاج مزيان. هنا جبنا لهم واحد البديل اللي تعطيهم نتيجة أحسن من المضادات الحيوية، ولكن ما عنده حتى شي تأثير على الصحة ديال المستهلك، وبالتالي ما غاديش يبقى داك المشكل حاصل واللي كانت مضمنة العالمية للصحة دائما تتقول خصنا ننتهيو منه. بهذا المنتوج انتهينا منه. هذا المنتوج كاين اليوم كيتصنع في المغرب شركة سميتها ليبار، والمنتوج مرخص من طرف وزارة الفلاحة، وكيستعملوه بعض المنتجين المغاربة وكيفرحوا به النتائج اللي كيعطيوهم. دائما كيقارنوه مع المضادات الحية وتعطيهم نتائج أحسن. وإن شاء الله احنا كنا كنفكروا في المشروع، درنا البحث، بدينا الانتاج، ودابا ان شاء الله غادي نكبروا الانتاج باش نغطيو السوق المغربيه وباش نصدروا للعالم كله. بعد عاودة السؤال تاع الزمن تاعك، بعد هذا الفوز هذا، يعني كيف غتغير استراتيجيه العمل؟ غتكون معايا جديده في العمل؟ لا، عندنا بالتاكيد هذه عامين وحنا كنتعاملوا مع الفلاحه المربيين، عاوتاني طلبوا منا اشياء اخرى ووجدناها، وان شاء الله قريب غادي حتى هي غادي نجيبوها للسوق، وحتى هي راه الان تجربوها الفلاحه وفرحانين بها. يعني كاين منتوجات اخرى ان شاء الله غادي تكون. سي عدنان، واش كاين شي ابتكارات اخرى؟ ممكن ننتظروا شي ابتكارات؟ كاين ابتكارات اخرى كثيره ان شاء الله، وان شاء الله غادي تسمعوا بها.